نقدر نقول لكم إن لله وإنا إليه راجعون. والله يرحم ويرحم جميع المسلمين يا رب العالمين. والله يثبتوا عند سؤال هذا شيء مؤسف، لأن كتلقى كل مرة كتلقى فنان تسوكين ما بينه وبين تسوكين 6 شهور ما كاملاش. نعيمة المشرقي الله يرحمها كتحس بواحد الفراغ، أن الرواد ديال المسرح والتلفزيون والسينما كيمشيو تباعا. ما عرفتش نقول لكم اسف للاسف، ولكن الله عطاهم الله بغاهم. ما عندنا كيديروا، اللي نطلبوا لهم غير المغفره ونطلبوا لهم لعائلتهم الصبر، والله يصبرنا كاملين وعزاؤنا واحد لعائلته والفنانين كاملين. لان مصطفى الزعري انسان وفنان وانسان طيب، وما نقولش لك كيفاش كيعطيك بزاف د الحوايج، كيزيدها في الحياه، كيزيد كيعاونك في الفن، كيعاونك في هذا. الله يرحمه ويجعل متواه الجنه. وشكرا لكم المنابر الاعلاميه على المواتب، لانكم فما كتكون شي وفاه ولا هذا كتكونوا دائما مواصلين معنا الحدث. شكرا لكم كذلك. وإن الله يبتي معنا عندي ما نقول لك، كل واحد الله يحسن العوان كل واحد. ما نقدرش نحكم على شي حد، ما نقدرش نحكم على الفنان. انا سمعتها جيت، هذا هو اللي كيهمني، لان مصطفى الزعري عزيز، واي فنان ماشي غير مصطفى الزعري حضرت ليه. مني تنكون هنا في المغرب ولا في كازا انا كنحضر، لان النص ديالنا كيمشي، النصف الاخر من اخر من 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 من, من الحياه ديالنا كيمشي، لان احنا معاشرين كما كنقولوا دائما بعضياتنا اكثر ما كنعاشروا والدينا. فهذا كيأثر علينا نفسانيا، كيأثر علينا من كل شيء صراحة. قال ما عرفتش كي نقول. الله يرحمهم، الله يرحمهم، يرحم جميع المسلمين يا رب العالمين. وإنا إليه وإنا لله وإنا إليه راجعون. واخا نقول هذا الرجل دار بزاف ديال الوقت، الرجل كان طيب، كان جميل، كان خلوق. خدمنا معاه 2 شهرين ديال الوقت مسلسل، كان أكثر من هائل وأكثر من رائع. رغم ظروف المرض، رغم كان بشوش، كنا النكته كتخرج من عنده، فكان صديقنا وحبيبنا ورفقنا في هذا الميدان الصعب. والحمد لله، الحمد لله. كان رجل كبير ومات كبير، وغادي يبقى دائما كبير بكلامه بتعامله باعماله. ما نبقاش نهضروا على هذه مساله كتقلقني. بعد كل واحد وظروفه، كاين اللي مريض، كاين اللي عيان، كاين اللي مسافر، والله يحسن العوان. ما نبقاش نشوفه. والحزن في القلب، ماشي تيجي واحد ويدير نظر حنين وما عاد. احنا كنا حازنين عليه، وكاين اللي مريض دابا ما كيخرجش من الدار، كاين اللي راه الله يحسن. وليله الله، كاين ليله الله. ما حتى واحد، شوف اننا لقاو العذر للناس، ما نبقاوش نحبسوا غير على حويجات. يلا راه كاين اللي معاه في هاد الايام ديال المار كيسول عليه، كيمشي عنده، كاين. ولكن كاين اللي ما كيبغيش يقول ان راه مشيت ودرت ودرت. ما لكل اجل كتاب. هو الموت في تحفة المؤمن، ولكن في نفس الوقت مصيبة تصيب العائلة الكبيرة والصغيرة. اللي بغيت نقول في حق الزعري هو أنه كان عنده أخلاق عالية، وكان صبور، وكان يتأنى. ويحضرني في هذه اللحظة أنه أثناء النقاش، لأنه كان من المناضلين الأول، من المؤسسين ديال النقابة المغربية الوطنية لمحترفي المسرح، كان يتكلم قليلا
ولكن دائما كان منصف، تيخلي النقاش حتى يسمع مزيان عاد يتكلم، ومن يتكلم غالبا كيرد الحوار وكيود يرد الموضوع على الطريق الصحيح. وإلى جانب ذلك عشنا معه واحد الوقت طويل جدا، لأنه بحكم مجموعات ناس الغيوان الجلجلة والشعب داكشي كانوا تنديروا جولات جميع داكشي جمال ديما كاين مصطفى الزهري وتاسو كاين الله يرحمه أو لا بزيزو باز أو لا كذا في المسبكتاك، وهذه سنة بالحياة والله يرحمه والسعلي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عندك